يتعلق مع إيران. في نهاية الأمر إيران دولة إسلامية وإيران دولة مجاورة، ونحن نحترم تاريخ وحضارة إيران ونسعى لأن تكون للمملكة العربية السعودية أفضل العلاقات مع إيران، وتكون علاقات جوار بيننا وبينهم مميزة، ويكون هناك تبادل ثقافي وتبادل تجاري وتبادل تشاور سياسي في كل المجالات. ولكن للأسف الخطوات العدوانية والسياسات العدوانية ما جت من المملكة، هي جت من إيران. المملكة ما تدخلت في شؤون إيران، إيران اللي تدخلت في شؤون المنطقة، إيران اللي رعت الإرهاب في شؤون المنطقة، إيران اللي تحاول تتدخل في دول حليفة للمملكة العربية السعودية، إيران اللي أرسلت قوات لتحتل الدول العربية وتقتل أبرياء من العرب. المملكة ما قامت بذلك في إيران. فنحن دائما منذ عقود ونحن نمد يدنا لإيران ونقول لإيران، ندعيها أن تبني علاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. ولكن إلى الآن لن تتجاوب إيران مع هذه المبادرات من المملكة العربية السعودية، ونحن نأمل أن تتجاوب إيران في يوم ما مع هذه المبادرات، لأنه ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية ولا من مصلحة إيران ولا من مصلحة المنطقة أن يكون هناك توتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم.